ثمان سنين لم يبقى لعدونا حتى يرحل عن أرضنا في معركة فاصلة إلا ثمان سنوات. ثمان سنوات معمر هيك سمعت زلمتنا شو كان كل زلمتنا بعد سبع سنين اليهود بدها تطلع من البلاد مزبوط؟ مزبوط أنا من هالكيت يا أخو جاي أحجز دارنا اللي بريافة بك الدارنا يا أخوي بنصيافة بتطل على البحر وبيت الخارج برا جنب البحر الهوى يصفق ويلولح فيه ملولحة ولك انت ليش بتحكي ها؟ انا كبعت معي هالكيت بدي اطلكش رسمي تحكيش وانا موجود فهمتي يا مرة؟ انا مش طرطور كعدان فهمتي؟ بعدين انا اقول لك مش مرجعك معي لا على حيفة ولا على يافة خليش قاعدي هون انت بس قتلتك كلك واحد الله يا حاج واحد الله يا حاج شو مالك؟ هالكيت بيجي المهندس راجح الجنرال مانشستر دايركتر تبع المؤسسة هاي هو المسؤول عن قسم الفيز فاهم؟ بتحكون وبتكون يا عمي وبعدين بتنقوا داركوا على الكتالوج وينه هذا المهندس راجح؟ وينه تبعك؟ أيوة جاي في الطريق قاعد بهندس في دبي يعني؟ ما صرنا ساعة منستنى فيه ملطعين لطع هون يا حاج طور روحك شو قصتك؟ قاعد محلي يا هامل؟ ارضيت يا حوي ارضيت قاعد محلي؟ قلت لك مئة مرة تقعدش هنا ما بتصدق وانت وانا اطلع عشان تقعد محلي بدك منصبي ما انا عارفة انك لبس لي 20 لون في نفس البلوزة قلت بغير انوع شوف يا اخوي يا راجح انساني هالكيت بدي اقول لك انا جاي انا عشان من هالكيت عفوا بس مش راجح مهندس راجح لانه في طبقات يعني مش بلعب انا وياك في الحاره زفت الطين اللي يلطك منيح انا بدي دارنا اللي بيافة محل ما بكينا ساكنين بيافة بدي تجيب لي اياها وبيت الخارج يبقى برا كبال البحر والهوى يصفق سفيك ويلولح بلولحة انا هسه بدي اطلكش رسمي كبعت معي انا ولا مش طرطور كعدان شوفيني يا عمي اذا بدكم في يافة في يافة بدها سبع سنين زي ما كان في الفيديو اما انا اقتراحي اي سجست يو اذا بتاخذوا في القدس القدس بدها ثلاث سنين في عندنا في الكتالوج في عندي في الخرائط هنا في عدة بيوت في بيوت في مع مستوطنة مع علي أدومين في ثلاث بيوت إشي بجنن تاخذوا لكم إشي بيت أرضي هيك بيجي معاه تراست إشي حلو هيك وزراعة حدايق معاه وش أسوي فيها للقدس أنا؟ شو أسوي فيها أنا؟ بعرفش القدس أنا يا عمي بدي دارنا اللي بيافة خيمة غيرها بدي إياها أنا أرجع عليها وبيت الخارج يبقى برا كبال البحر والهواء يطص ويطص ويلولح ملولحة ويصفق سفك بدي إياها شو اللي يصفق سفك وما يصفق سفك يا حجة وحدينا الله هالكيت بنقول لكم اسمع في معالي دومين كمان في عنا ثلاثة دوبلت ويكس دور بيجن ثلاث شقق دوبلت ويكس شو يعني شو هذا شو دوبلت ويكس كوتج كوتج يا حجة كوتج يا حمس كعك ما فهمناش اللي استنى عشان استنى بنفهم انه ثلاث سنين يا اختي ما بقول لك ثلاث سنين انت ليش تاخذي ام سبع سنين صار لك ساعه بتحكي وش ولا من اختي ايش بتحكي وانا موجود يا هامل بنفهم ولا تفهمه ولا غيره ايه روح نظف الغبره اللي قدام الشركه وحط غرفه الاجتماعات حبش مع محالي شوي من اختي يا هامل بتحكي وانا موجود وكل شيء علي شرب كملي حجة أيوة أنا هيني بقول لك لا بدي في القدس ولا في غيرها أنا بدي أرجع على يافا على دارنا محل من ولدنا في يافا محص هي ما غيرها تراها لليوم موجودة وبيت الخارج يبقى برا كبال البحر والهواء يصفق سفك خذ هالحكي أو أيوة وبيت الطابون بدي إياه يبقى سكفيته يا عمي ما فيش شيء اسمه بيت خارج هذا زمان هدوهن اليهود ما ظلش بيت خارج براني هالكيت في بيت خارج جوا الغرفة بيكون بسموه ماستر روم في بيت خارج هسه بيت الخارج جوا الغرفة وين بدك روس عزا كراف يا زلمة انت الثاني حل عنا من كلك هذا اللي موجود عنا بدكم ولا بدكم جننتوا زمانة انا مفطر يا عمي ارحموني من الصبح مش مدخن ولا سيجارة مش لكن محل ادخن فيه معمر قصدي راجح انت راجح الكيت بدك تهت علينا انا بعرف ليش بتسوي هيك خصوصي قاعد بتطفش فيي بدك توديني على القدس عشان انت تسرق دارنا تسرق دارنا اللي بيافة وبيت جبرين وبزكريا وبعراك المنشية ان شاء الله بتحسبني انا فلسطينية واعيت لك ها انا بدي دارنا اللي بيافة حي ما غيرها وبيت الخارج بكبال البحر والهوى يصفق سفك ويلولح بلولحة ويتصطص انا اسمع والله انا ما مش متنازلة عن حكي مش متنازلة عنا اسمع وعاد انا وين بدي اكرس جوا الغرفة ما اكرسش اكرس يا عمي ينسحبوا وانا بدي اكرس لك انا مستعد هم ينسحبوا اليهود وانا بدي اكرس لكل الام العربيه ارحمنا يا زلمه كرس وكرس جننتوني انا في افطر مش عارف وين ادخن من الصبح لو صمت احسن لي لا اله الا الله هالكيت بتعرف
تفتح. الغي لي لها، الغي لي اياها، اتصل هي وبدلك الصفقه، اتصل على الامم المتحده. اني امم ين انا عرض الكرز كذا الكلام لي اياها. اسمع لحاش حفظتني هالكلمتين. ينسحبوا وبده بوس لك اياها. اكسكيوز مي اكسكيوز مي، كان اي سبيك وذ يو عن سكرتري جنرال اوف مستر انطونيو بانديراس غونزاليس. لا راموس من مره، هات يا زلمه الانجليزي تاعك زي اللي برجلي، هلا بفرجيك الانجليزي. ايوه كله هلو كله. هاي كله شو بدنا دام راجح انجينير. اكسكيوز مي، خلاص الغوا الصفقه هذه تاعت اللي بدهم ينسحبوا اليهود. يا زلمه كلبوا لنا اياها ميمع دي نيد انسايد توليت، هذا بيجي مع الارض مسح اون ذا فلور. ايوه تفحيج وذ يور ليكس، بتفحج وبتعطيها. ايوه ودي نيد نت تواليت كارس. كارس وات مين اف كارس؟ عاد هذا شو بده يترجم لي كارس؟ يعني ذا ووتر بترشك. أيوة. يور هاند ترشك وبتمسح. ايوه يا عمي شو بعرفني شو كارس؟ لا اله الا الله. اوكي الغي الصف. لا كله مزكي فلسطيني بتنساش حكي. خلص الغينا. راجع اجل عقيد. منو عقيد؟ العقيد القذافي الله يرحمه. يا زلمه العقيد تبع باب الحاره معتز اجى موجود هيو برا. يا زلمه احنا بنحكي عن قضيه فلسطينيه وبتقول لي العقيد وباب الحاره ورحاب حمله اقسم بالله العظيم هيو برا. العقيد اي العقيد السوري اقسم بالله اقسم بالله العظيم خلصت سنه هيو برا. تعالوا تعالوا العقيد قوم يا عقيد من الشام يا حاج. عقيد 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 يا حبيبي أجوك عقيد أجوك عقيد عقيد. حي الله حي الله يا عقيد، حي الله سوريا وأهل سوريا، وحي الله الشام وريحة الشام. يا مرحب يا مرحب يا عقيد، يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا حبيب يا مرحب. كيف الست سعاد والدتك؟ الوالدة كيف حالها؟ الحمد لله. ونسوانك الثنتين خيرية وش اسمها سارة؟ سارة. كيف حالها؟ الحمد لله. خلفت سارة ولا لسه ما بتجي؟ يا بنت الحلال شو بتتهبلي قاعدة في ريال حبلت وسارة ولدت؟ جايين احنا بنحكي عن مواضيع أكبر من هذه ولدت وهذه نزلت، شو المواضيع السخيفة؟ هسا لوين بدك روس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا يا زلمة أنا لجوئي وعيشتي في المخيم 70 سنة أرحم من معاشرتك، امشي قدامي. يا زلمة بدك تاخذ أكروس في عينك، أنا اللي نفضك صحيح ما بتسحي. حجوك روح وخذ الكركوب تاعك وروحوا. يلعن أبو اللي نفضك تاع شغل كرز. بنحكي عن موضوع الشام وانت بتقول لي كرز؟ يخرب بيتك ما بتستحي يا شايب. ابردوا يخرب بيتك يا تافه، خذ هالكركوبه والله العظيم لا انت افجر حالي. يا زلمه ذبحنا بده يكرس وبده يكرس. يخرب بيتك ما بتستحي حبيبي. تعال نكرس قصدي تعال نقعد سوا، تعال نقعد سوا. ذبحنا في الكرس يا زلمه. حي الله راسك يا عقيد. تفضل يا حبيبي. حي الله بالفلسطينيه. حي الله عقيد انت والشام على راسي. حي الله باهل الشام والله. يا مرحب يا مرحب. على فكره مش ماشي التلفزيون. لا ابدا هو انا اقصر. اه اقصر هو في التلفزيون احلى. انا شويه بي يعني مش زي الشوارب شكلك اكبر. هلا العقيد اهلا وسهلا والله. حي الله. شو اخبار الوالد؟ سمعت في اخر جزء بيستشهد؟ لا هو بيستشهد اول حلقتين بعدين برجعوا الكاتب. برجع اخر حلقتين برجع.